اريد ابين انه هسه هاي اللي الضجه اللي صارت بالعشائر خاصه بسامراء عند اهالي سامراء اصبح الناس تحكي عليها انه هذا تصغير سياسي واستهداف سياسي. وعلم اللي اريد ابينها انه كل اهالي سامراء والعراق كله، اني عضو مجلس محافظ صلاح الدين من 2009 ل 2013 ما شفت اي كتاب رسمي جاري انه امنع ذول اللجان من التواقيع على المحاضر التوزيع على الاراضي وغيره، وعلم انه مو توزيع محضر من زمن صدام لحد الان يوقعون المجلس البلدي حتى شغل عشائر قبل مشكلين اربعه منهم يوقعون على هذا المجلس. ما بلغوني في يوم انه امنعهم، لا بلغوني في يوم انه هذول متجاوزين. اضافه على هذا جاء الاستاذ احمد والجماعه مالته اللي اربعه هسه ورانا اربع سنوات ما دزوا اي كتاب يمنع هذا الشيء او يحذرون من عنده او يبلغوهم انه هذول لا يتجاوزون عليه. يعني معناته هذا بحسب ما يدعون الناس حقهم بهاي الظرف الانتخابي، حقهم يحكون لو ما حقهم يحكون، حقهم يحكون انه هذا تصريح سياسي وهذا كل شيء. العلم انه اصبحت في هذا الوقت ضجه وبسامره وفد يعني مثل ما يقولون ضوضاء وحكي وكلام غير منطقي انه يعني على اعضاء مجلس او غير اعضاء مجلس. هذول الناس انظلموا وتوقفوا وما يعرفون عليش انه والله توزيع اراضي ما موزع اراضي، موقع على هذا المحضر ما موقع، انت متجاوز او مثلا انت ماشي غلط، انا ما ماشي غلط، انت ما قايل لي ما مبلغني، هاي المحاضر محاضر فقط مجرد محاضره نوقع على تقبلون التوزيع او ما تقبلون.